الان من شارع الواد من شارع الواد على مدخل شارع الواد الشمالي، اذا كملنا خدتوا ايدكم على ايدكم اليمين في مخبز كتير حلو يا جنان، بدي اورجيك اياه. تفضلوا معي تورجيكم هالمخبز، محلى مخبز قديم. هذا المخبز جدا قديم، وكنا واحنا صغار نجيب صينية اللحمة ونخبزها هون. السلام عليكم. طبعا بطيخ هذا قبل بأوانه، بس هذا مش موضوعنا، موضوعنا هو المخبز، وهو ذلك المخبز. السلام عليكم، تفضلوا. هذا الزلمة مسكين هي. بدي اعرفكم، السلام عليكم، كيف حالك سيدي؟ بقدر اصور بعد اذنك؟ ايوه. فهذا من المخازن القديمه جدا، واحنا محظوظين جدا انه السيد ابو علي موجود. مش دائما موجود، دائما بحط يعني عاده بحط ابنه وابوه، صح؟ بس اليوم احنا محظوظين وما زالت النار مشتعله مع انه اليوم الجمعه. فكنا واحنا صغار نجيب صينية اللحمة ونخبزها عنده. هلا طبعا هذا المخبز بيسوي راس بيض وصواني وكعك بسمسم كان من زمان. يلا كمل. وشو كمان بتسوي؟ خبز؟ كنت تسوي خبز من زمان؟ ويدر. وصفيحة وريانة للبيوت. للبيوت بيجيبوا الطبخة للسوق يا ربي. ايوه بيجيبوا لك المكونة. ابو علي وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا في كثير ناس بيجوا بياكلوا هون بيستمتعوا بسبب عراقة هذا المحل. طبعا في طاولات للجلوس. عمي ابو علي، من زمان كنت تسوي خبز؟ لا، كعك بسمسم. بس كعك بسمسم؟ يا الله شو كان كعك بسمسم لذة لما يكون طالع طازة من المخبز. ايوه هلا فيك. كل كيف تغير طبيعة شغلك يعني من زمان للآن؟ ما وش اول اوضاع شو بمشي وضعنا، تأثرت انت يعني نوعا ما؟ الحمد لله. الحمد لله على اي حال. ايوه هلا طبعا المخبز من زمان كان على الحطب، هلا صار على الغاز. لا حطب، ما زال حطب؟ بالله يعني بتحط حطب، حط خشب جوا ولا مرة على الغاز؟ ما فيش عندك هذا مش هاي مش ماسورة غاز هاي؟ لا. بسة. بسة طبعا هون لأنها تشعر بالأمان في هذا المحل. عم أبو علي كيف وضعك؟ الحمد لله. صحتك تمام؟ الحمد لله. متى آخر مرة أخذت إجازة؟ أنا؟ آخر شهر هذا. وين رايح؟ الحجاز. ما شاء الله، رايح عمرة. حج. موسم الحج هذا مش بس بشرط إنه قبل عيد الأضحى الواحد يطلع الحج. لا. تقدر أي وقت تطلع الحج. لا. إلى شهر مايو. أيوة. طيب عم شو في المخبز جوا تورجينا؟ في شيء بالمخبز؟ لا فاضي اليوم. فاضي بدك تسك. غير يوم بكون في صواني مصواني. ايوه. فعادة انت ربة البيت، ست البيت، بجيب الصينية و فيش اليوم كل الصواني من السوق. شو قصدك من السوق؟ دكاكين دا صاحبين محلات. بيسوا صواني هون. صينية لحمة مع الش. فبجيبوا لك المكونات انت بتسوي لهم اياها؟ لا انا بسويش ولا شيء، ما خبيزهم بس. بس الخبيز. ايوه. طيب عم يا ابو علي تأمرني بشيء؟ مين هذا؟ هذا بنزله على اليوتيوب للعالم يشوفوا الاشياء التراثيه القديمه. كيف؟ لا مش للتلفزيون، للانترنت. وهذا المكان في عزه وكثير اجانب بحبوا يجي عندك، صح مع ابو علي؟ يوكلس بيتزا. بيتزا بتسوي بيتزا انت؟ اللي هي قرص بيض. ايوه. طيب
في شباب على المحل؟ طيب عم ابو علي بنشوف على الانترنت. بتحط مخبز ابو علي. شو اسمه المحل هذا؟ جرين دور بيزا بيكري ابو علي. بيزا بيكري ابو علي على راسي. كل احترامي لك عم ابو علي. بدي اسالك والله سؤال، منين بتجيب الخشب؟ في خشب متوفر هاي الايام؟ تفضل تفضل اصعد. اطلع بدك تطلع. طيب يعطيك العافية، إن شاء الله يا ربي يطول عمرك وخلي لك صحتك لأنه إحنا منحبك منشتاق لك. إيه اسمع، إذا مش الليلة اصبر لبكرة لأنه بكرة بنزله من الشغل. بحط مخبز أبو علي. طب هذا المنطقة وين هذا؟ حارة السعودية. حارة السعودية هاي عقبة الشيخ رهان. عقبة الشيخ إيش؟ عقبة الشيخ رهان. رهان الشيخ رهان الشيخ رهان 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 الشيخ رهان. ايوه الشيخ رهان. الشيخ رهان الشيخ رهان شيخ ايش رهان. طب هذا عمي عندك فكره عنه؟ الشيخ رهان من الله يرحمه. طيب يلا السلام عليكم. الاولياء الاولياء ان شاء الله انبسطوا يا ربي. شو رايكم؟ شو بتحب تحكوا لعمو ابو علي؟ شو ولا شيء؟ بتقول له شكرا لك انه خليتنا نزور مخبز تاعك، صح ولا لا؟ صح. يلا السلام عليكم.